دونك كملوا الخدمة ديالنا على لاكوش، كملوا الخدمة ديالنا على لاكوش لي زون دو دوني. دونك لاكوش لي زون دو دوني كيما اكتشفنا شنو هي لاكوش فيزيك والعناصر والكابلات اللي تتكونيكطاو في البور، شنو هي كاتريزو بزاف الحوايج. غندوزو شنو هي لاكوش لي زون. دونك لاكوش لي زون دو دوني، دونك هاد لاكوش شنو هو الهدف ديالها؟ ديما نطرح هاد السؤال، علاش داروا هاد لاكوش لي زون دو دوني؟ دونك عندها واحد الهدف. La couche liaison permet donc d'encapsuler des données venant du couche supérieure, liée à la couche réseau, une couche les fougas, dont les trames, et inversement pour les données et provenance du réseau, peuvent en traite pour parvenir aux couches supérieures. Cette couche assure aussi les fonctions d'adressage physique. En adresse non ou à l'adresse physique, et les adresses sources et destinations sont insérées en autant de chaque train. On assure aussi la gestion de retransmission et en cas d'erreur, et en particulier en cas de collision détectée par l'interface physique. شنو بغي يشرح لي هنا؟ قال لك انه خصك تعرف ان هاد لاكوش فيزيك عندها واحد الدور مهم. شنو هو؟ من كيجي دوك لي دوني عندك كتعلمهم، نعم كتعلمهم، كدير لهم واحد الطومبو. شنو هو هاد الطومبو؟ يعني كتعطي واحد لادريس. وعلاش قال لك فيزيك بالضبط؟ يعني واحد لادريس فيزيك اللي كتكون عندك في لاكارت ريسو ديالك. دونك هنا اكتشفنا انه كل لاكارت ريسو كتكون عندها واحد لاكارت، كتكون عندها واحد لادريس فيزيك، يعني لادريس فيزيك ديالها. علاش تقول يمكن كيمنين نكتشفك؟ انه عن طريق الريزو نعرف بزاف ديال النظام عن طريق لادريس فيزيك ديالك. دونك لادريس فيزيك هي واحد لادريس اللي ما يمكنش ليها التغيير. هادشي اللي خاصك تحط في بالك، لادريس فيزيك هي واحد لادريس كتكون عندك في لاكارت ريزو ديالك اللي ما يمكنش لها التغيير. هي يمكن لها التغيير الا قريتي افونسي. دونك ما يمكنش لها التغيير بطبيعة الحال، ما بغيتش نطرق هاد الموضوع. دونك لادريس فيزيك ما كتغيرش حيت الان عارفة بانها ما كتغيرش، ثابتة، وهي اللي كتمكنك باش يمكن لك تكونيكتا في الريزو لان. يعني لما كنتيش مثلا تخرج الانترنت خدام غير في الريزو لان، دونك بحال اللي كنا شرحنا في سيكو ان ريزو، ريزو انترنت. دونك الريزو انترنت كيهضروا مع بعضياتهم بواحد الريزو، بواحد لادريس لان، يعني غير في لان، في واحد الريزو صغير كونيكتي مع كوميداتو ممكن تخدم مع لادريس ماك. دونك لي زادريس سورس دو ديناسيون سون انسيري او طون كو دو شاك ترا. مزيان. دونك انه من كيجي دوك لي دوني كي اجوتي ليها هذيك لاكوش ليزون دو دوني هي لاكوش دو، كتاجوتي ليها كتعطيها واحد هذيك لا دوني كتلصق فيها واحد لادريس، تقول لها انت ها لادريس فيزيك ديالك، كتلصق لادريس فيزيك ديال لا سورس يعني ديالك انت، وديال لا ديستيناسيون يعني ديال هذيك البلاصه اللي غادا لها. On assure tani fonctionnement la retransmission, yani انه مثلا الا كانت شي مشكله فداك لا هذيك لي دوني كانت فيهم شي مشكله، مو مادا طرات شي مشكله، كيمكن لها تعاود تصيفطهم. assure la gestion des retransmissions en cas d'erreur، يعني انه مثلا الا صيفطات لها لاكوش اللي فوق منها صيفطات لها هذاك الشيء وكان فيه مشكل، كيمكن لها تعاود تصيفطو لها باش تقادو باش تعاود تكمل هذاك الشيء اللي كاين. Et particulièrement en cas de collision détectée par l'interface physique. Les collisions, donc les collisions, Inch'Allah, il y a qu'un sectionnaire, on a droit à les collisions, je n'aime pas les collisions. Couche liaison de données sous couche LLS. Donc la couche liaison de données, c'est une juste chose, c'est la couche MAC, c'est un. Et qui a la couche liaison de données, qui est juste de la couche, qui a la couche MAC. وكاين هنا لاكوش ال ال سي، وكل وحده فيهم مسؤوله على واحد الحاجه. لاكوش ليزون دو دوني سو ديفيز اون دو سو كوش، كاين لا سو كوش ال ال سي كونترول دو ليزون لوجيك. شنو هو الهدف ديالها؟ برون لي دوني دو بروتوكول ريزو. بروتوكول ريزو يعني هاد لاكوش كتاخد ديال لاكوش ريزو. شنو كتاخد؟ سيتادير ان باكي اي بي اي اجوت دي انفورماسيون دو كونترول بور فاسيليتي لاشومينمون دو جوسكا سا ديستيناسيون. دونك هاد الهدف ديالها شنو هو؟ انك تاخد دوك لي زانفورماسيون، تاخد دوك لي دوني اللي كتاخد داك الشيء اللي عطاتها لاكوش ريزو، وشنو كدير لها؟ كتاجوتي لي زانفورماسيون دو كونترول بور فاسيل. علاش هاد لي زانفورماسيون دو كونترول؟ علاش؟ بور فاسيليتي لاشومينمون، يعني باش داك الشيء يوصل بامان تام. Il assure aussi un système de reprise après un erreur. يعني انه كتعاود ترجع داك الشيء في حاله الا كانت فيه مشكل.
دونك فهمنا ان لا كوش لي زون دو دوني كتقسم جوج الحوايج وعرفنا الدور ديال هاد ال اس سي. ندوز لفكره اخرى ديال هاد الماك، علاش كتصلح هاد الماك؟ سو كوش ماك كونترول داكسي او سي بور ماك اون انجلي ميديا اكسس كونترول، وخاصك تفرق ما بين لادريس ماك و الميديا اكسس كونترول. راه كاين اللي كيدوخ في هذا تيقول لك الماك هي لادريس ماك، دونك فا بارلي سور سا. دونك سيت سو كوش انفيريور ديفيني لي بروسيسور داكسي، يعني الطريقه اللي غتدخل بها سيما، الطريقه اللي غتدخل بها اوسي بور ديكزيكسيون بار لو ماتيريال كا كا لا كارت ريزو اي اسور لادريس دو كوش لي زون دو دوني. دونك كتحدد الطريقه اللي غتدخل بها لديك لا كارت ريزو. دونك الا كنتي مثلا صيفطتي واحد الميساج لواحد البيسي اخر، دوك هذاك الميساج كيدوز من داك الكابل كيدخل لديك لا كارت ريزو. دوك هذاك لا كارت ريزو من كيطلع لاكوش 2 ما من كيتواجه مع لاكوش ماك. هاد لاكوش ماك شنو كدير؟ قالت لك قالوا هنا انك شنو كدير، قال لك لو بروسيسوس داكسي هي اللي كتحدد الطريقه اللي غتدخل بها وكيفاش غتدخل. فهمت الفكره مزيان. Les adresses MAC comportant 48 bits, 140 et sont exprimées à la 12 chiffres hexadécimaux. Donc, il faut qu'il trouve le message qui ajoute l'adresse MAC. L'adresse MAC dit la source ou l'adresse MAC dit la destination. Donc, c'est l'adresse MAC. الادريس ماك كيما قلت هي واحد الادريس فيزيك اللي كتكون يونيك، يعني كل واحد عنده ادريس ماك خاصه به وما يمكنش ليها تلقى عند شي واحد اخر، يعني يونيك ديالك خاصه بك ديال البيسي ديالك. الادريس ماك يونيك. دونك هاد الادريس ماك يونيك كنستعملوها في الريزو باش يمكن تاوتونتيفي مع من كنهضر. مزيان مع من كنهضر، يعني داك الاخر اللي بغى يصيفط لك شي حاجه خصو يكون عارف الادريس ماك ديالك. مزيان. دونك الا ما ولا درت مالك ديالك ما خصهاش تكون عند شي واحد اخر بحالك، يعني الا كانت عند شي واحد اخر بحالك هنا مشكله، يعني خص تكون بوعي طبيعه الحال كتكون بوحدها وكيكون مسؤول على واحد الاورغانيزاسيون اللي هي اورغانيزم يونيك ايدونتيفي، يعني كتكون واحد الاورغانيزم هي اللي كتقاد داكشي وكتصايب داكشي، يعني محدده كيفاش يتفرق داكشي. دونك باش ما نكثروش بزاف، دونك هاد لادريس ماك عندك ديالك بوحدك، دونك ملي كيجي الاخر يصيفط لك تيكون عارف لادريس ماك ديالك. الا ما كانش عارفه ندوزو لواحد البروسيسيس انه كيعتمد واحد البروتوكول باش يمكن يجبد لادريس ماك ديالك. دونك لادريس ماك ديالك هي لادريس ماك ديالك خاصه بيك. دونك هاد لادريس ماك ديالك ملي كطلع لاكوش ماك كيتحدد كيتاجوتا لديك لي دوني شكون اللي صيفط لك داكشي اللي هي لادريس ماك ديالو ولادريس ماك ديالك كيتاجوتا في هداكشي لادريس ماك. وهاد لادريس ماك كتكون من 48 بيت سون اكسبريمي لي دو 12 شيفر. بطبيعة الحال خاصك تعرف انه هاد لادريس ماك كتقسم لجوج الحوايج، كتقسم واحد الطرف اللي كيكون الطرف اللي كي ايدونتيفي لونتربريز، يعني شكون اللي صايبها. مثلا نقولوا مثلا عندك واحد البي سي اش بي، دونك هذيك النص ديال النص راه قسم 48 على جوج ثلاثة. دونك النص كيكون كي ايدونتيفي ان اونتربريز اللي صايبت لك ديك لادريس اللي كتنتمي لها، بطبيعة الحال تقول لك اش بي دير كل وحدة عندها الانترفال ديالها، والبارتي الاخرى كتيدونتيفي ديالك خاصة بيك، يعني كتيدونتيفي كتيدونتيفي البي سي ديالك. لو سيكس برومي شيفر هيكزاديسيمال ايدونتيفيون لو فابريكو لو فورنيسور، يعني شكون اللي صايب لك البي سي، واش الاش بي ولا الديل ولا هذا كونستركت، يعني يمكن ليا مثلا من تكون كتا معايا مثلا في الريزو نهز دوك لي شيفر هذا ونمشي هذا نحطهم في الانترنت ونعرف النوع ديال البي سي ديالك، واش ديل واش اش ديل الى اخره. ليدونتيفيون اونيك دورغانيزاسيون لا رول البارتي الاخرى راه اونيك، يعني ديالك خاصه. Les six chiffres hexadécimales forment le numéro de série interface qui est une valeur administrée par le fournisseur. Et chic. Ah, un truc qui je fais un structure d'adresse MAC. Donc, avec l'adresse MAC, je n'ai l'adresse MAC. Donc, il y a un exemple de l'adresse MAC. Il y a un exemple de l'adresse MAC. Donc, qui identifie l'entreprise. Il y a tout les cas de l'adresse MAC. وهاد النص هذا خاص بك بوحدك كيدونتيفيك. يعني نقول لي مثلا كاين واحد بي سي اش بي وكاين بي سي اش بي اخر، دونك هاد بي سي اش بي هذا تقدر تلقى عنده بحال هادي، يعني ان اش بي اللي صايباتو، ولكن هادي كتكون مختلفه، ما كتعاودش. فهمت الفكره؟
دونك ديما كنهضر على لا سورس لا ديستيناسيون الا جا كنت شرحت لا سورس هي شكون اللي غيصيفط هو انت اللي غتصيفط ولا ديستيناسيون هو اللي غتصيفط ليه دونك هادي ايدونتيفيون انيك دورغانيزاسيون يعني لورغانيزاسيون 24 بيت الاولى 24 بيت الثاني كتايدونتيفي البي سي ديالك كونستراكسيون دو لا ترام دو لا كوش ليزون دونك هادوك لي دوني منين كيجيوني من لا كوش فيزيك اللي هما كيتحولوا من سينيال مودولي كيتحول البينير دونك كيطلع ليا هنا كيتحول لدوني دونك من كيتحول لدوني كيت اجوتاو ليه هاد لي زانفورماسيون كاملين اللي هو ديبي دو ترام ادريس اللي هي لادريس ماك ديال السورس ولا ادريس ماك ديال ديستيناسيون وبوكو دي زانفورماسيون اللي خاصكم تقراوها وتعلموها سي لي ديتايت بزاف غيولي لي كورتويل دونك لو كونترول داكسي او سيبور ديجا كنت هضرت على الماك يعني انك كتكونترولي ماشي اجي ودخل ميثود داكسي او سيبور كوم لي نو بارتاج لي سيبور Le partage du support peut être de type point à point, comme dans les réseaux étendus, ou partagé comme dans les réseaux locaux. Alors, la couche liaison, les topologies, le topologie physique, la topologie logique. Topologie physique, LAN, déjà, donc, l'endroit là, les topologies. ديال لي توبولوجي هادشي بطبيعة الحال راه مبقاش هادشي راه كيعاودو عليكم هادشي راه قديم هادشي مبقاش هادشي دونك كاين شي بعدين كيستعملو في هاد الفراعي دونك كاين لي توبولوجي اون ايطوال شنو تنقصد بيها لا كاين كاين لا كاين علاش طرش دونك لي توبولوجي اون ايطوال كتعني بانه كاين مجموعة ديال لي بي سي مكونيكتين في واحد ليكيبمون لي كيجمعهم ما بيناتهم لي كيشكلو ليه بحال واحد النجمة فهمت الفكرة دونك كاين واحد الجهاز هنا اللي مكونيكتي مع هادو كاملين كيشكل واحد لا توبولوجي اون نيتوال ندوز الفكرة توبولوجي اون نيتوال ايتوندي يعني بحال هادو هزيتيهم وحطيتيهم هنا وجبتيهم وجبتي داك الجهاز اللي جمعهم هنا وداك الجهاز اللي جمعهم هنا وسقتيهم مع بعضياتهم سميتها توبولوجي اون نيتوال ايتوندي بكل بساطة توبولوجي اون بيس دونك هادشي اللي باقي كيتسامل شنو شي وحدين هنا ما تيستعملش دونك توبولوجي اون بيس دونك توبولوجي اون بيس كتكون واحد الجعبه دايزه الوسط واخرين تيخشيو فيها الكابلات ديالها لا لا مابقاش كيستعمل هادشي تناقض ياك مابقاش كيتستعمل هادشي دونك لو توبولوجي اون بيس كدوز كيكون واحد الجعبه بحال تقول واحد الكابل كبير بحال واحد الكابل اللي كنا شفنا دوك لي كابل دونك كاين واحد الكابل كبير وهاد الكابل كبير تيكونوا خارجين تيديرين فيه الريوصه باش كيبدا يصيفطوا في هاديك الكابل وكنهضرو مع بعض هو دي توبولوجي اون نانو كيكون واحد بحال واحد الانو كيكون واحد بحال واحد الكره باش تقول كتكون مثلا هذا بغا يصيفط ميساج كتجي واحد الكره كدور دونك هادشي عندي طايو فيه من بعد لا توبولوجي اون بيس ديجا كنت هضرت على مشاكل ديالها ديال بصح توبولوجي اون بيس كيكون واحد الجعبه دايزه بحال هكا وبنادم كيبدا يصيفط المشكله ديال هاد لا توبولوجي اون بيس هي في حالات مثلا هذا بغا يصيفط وهذا بغا يصيفط كيجي هذا باق تيتلاقى داك الشيء كطرى واحد الحاجه سميتها كوليزيون وهادي اللي غتكتشفوا من بعد دونك فهمتي التكنيك دوز باش ما نتعطلوش بزاف لا توبولوجي اون نانو كيكون واحد جو طون كنسميوه بواحد الحاجه سميتها جو طون كيبقى كيدور كيبقى كيدور دونك هاد جو طون مي كيدور بحال هكا مثلا حتى شي واحد ما مصيفط دابا حيت الان كيبقى كيدور كيبقى كيدور اون فوا كيوصل هنا تيكون هذا بغا يصيفط كيوصل عندو صافي كيشد داكشي لي بغا يصيفط كيمشي كيدور 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 مثلا بغا يعطي لهذا كيعطي لهذا وكيعاود يكمل كيدور الا المشكل هنا انه يعني مثلا هذا الا بغا وهذا الا بغا ولا يعني ما هادشي قديم شويه دونك سي دون فون توبولوجي دو بوست دونك راه هادشي سكريني شوف انا باش نتعطل بزاف دونك لا توبولوجي اون اتوال كيما ديجا قلت يعني كيكون واحد ليكيبمون اللي تيكونيكتي مجموعه ديال الجهاز تتكون دونك بطبيعه الحال الا قالوا لكم هاب وهاب هاب هاب ما بقاش نقارض شي حاجه سميتها هاب كاين شي حاجه سميتها سويتش دابا سويتش هاب صافي راه دار عليه الزمن سويتش دونك سويتش شنو هو واحد الكوميتاتور يعني هو واحد الجهاز اللي كيمكن باش يمكن يكونيكتي ليا مجموعه ديال الاجهزه ما بيناتهم يمكن يهضروا مع بعضياتهم دونك تقول لي مثلا في الوضع الحالي مثلا عندك كابل ياك عندك كابل ويمكن لك تكونيكتي يعني بي سي مع بي سي ياك عندك بزاف ديال لي كابل واش البي سي ديالك فيه بزاف ديال لي بور
لا، اذا محتاجين واحد ليكيبمون اللي فيه بزاف ديال لي بور ويمكن يكونيكتي لي زيكيبمون مع بعضيات. دونك هذا شنو سميتو؟ معلم. دونك سميتو سويتش. دوزو اتوندي دونك اتوندي شنو دارو؟ دارو هوب وزادو عليه هوب ولصقو مع بعضياتهم وسموها سموها اتوال اتوندي ولا كتسمى هايبريد. توبولوجي دو بيس اتوال، هنا مخلط البيس مع الاتوال. دونك كاين واحد الجهبه هنا طويله وملصقين فيها مجموعه ديال الاجهزه. توبولوجي ونانو اتوال ونانو اتوال يعني انه ملاصقين ليا بواحد الجهاز هو الجهاز وسطو واحد الجوطون اللي كيبقى كيدور بحال هكا. تيقول مثلا بغا هذا مثلا واحد الميساج كيبقى كيدور اي واحد بغا شي حاجه كيمشي تيهز ليه داك الشيء وكيمشي كيصيفطو له داك الشيء اللي بغا. عاوتاني كيبغى مثلا بغا هذا تيبقى كيدور كيمشي كيعطي بحال هكا. توبولوجي فيزيك وان، دونك لي توبولوجي وان اللي خاصك تعرف كاين انواع، كاين بوان تو بوان يعني من جهاز لجهاز. هاد ان سبوك توبولوجي هاد ان سبوك يعني داك الشيء ملصق مع بعضياته. دونك هاد ان سبوك بلاتي نقراش. دونك سي لا توبولوجي لو بلو سامبل بطبيعه الحال كومبوزي دان ليان بيرمانون اونتر دو تيرمينو ايل دونك ريبون يعني كيكون ما بين جهاز اللي هو روتور هنا وروتور هنا كتلصقو مع بعضياتهم بواحد الكابل وان. مزيان هاب اند سبوك فيرسون 1 دو لا توبولوجي اون اتوال صافي فهمت. دونك قال لك هنا هاب اند سبوك يعني بحال كتشد واحد الجهاز هنا دونك هذا بحال هذا كتجبوك وتحطو هنا وكتلصقو مع مجموعه ديال الاجهزه يعني كتلصقو مع روتور تلصقو مع روتور تلصقو مع روتور تلصقو مع روتور تلصقو مع روتور كتسمى توبولوجي هاب اند سبوك. ندوز الفكره اخرى هي هنيت هي راه هاب اند سبوك. شوف هنا هادي توبولوجي ماني كومبلي يعني يفو كتسمع ماني اون كومبلي يعني كتلصق كلشي مع بعضياته. واحد خونا خايف لا داو لي دوني يا خويا لو تقطع لي هاد الكابل ولا 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 تقطع لي هاد الكابل خونا لاباس عليه. شنو دار؟ قال اجي لصق هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي يعني كلشي لصقو مع بعضياتهم ولا كابل هادشي اللي كاين. مسكين مشى لصق هادي مع هادي لصق هادي مع هادي كيما كتشوف لصق هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي باش لي دوني ما يداوش. هذه هي ماي لا توبولوجي لوجيك وان دوزو ماشي حاجة. لا ميثود داكسي او سيبور ديجا هضرنا شي لا ميثود داكسي او سيبور. دونك هاد لي ميثود داكسي او سيبور لي هي بلونجلي مشات ليا مو بعد علي ميثود داكسي او سيبور لي سمينا لي هي الماك هي لاكوش ماك هي ديك لاكوش. كاين جوج كاين الماك هي ديك لاكوش والماك هي لادريس ماك اللي كتعلم بها طعم يعني كتعلم بها ديك لي دوني باش يمكن يعرف شكون اللي صيفط عليا وشكون اللي بغى يصيفط. هادشي اللي خصك تعرف. لا ميثود داكسي او سيبور اللي هي سي ام سي دي اللي اكثريه ديال الدراري تيكونوا واجهين مشكله فيها ما كاينش اللي يشرح عليهم. دونك ندوزو ليكم الفكره ديال سي اس ام سي ا. هذه واحد لا تكنولوجي اللي كان خرجها واحد خونا بطبيعه الحال الغرب ماشي العرب. دونك خرجها خونا لانه كانت مشكله من ناحيه اش في لا توبولوجي بيس. قال لك انه يجي يقول مثلا هذا بايصيفط ياك وهذا بايصيفط هذا صيفط الميساج ديالو من بايصيفطو لهذا ياك وهذا بغى يصيفطو لهذا. المشكله فين كتوقع من كيبي هذا يصيفط ميساج وهذا كيبي يصيفط ميساج كيمشي لك الميساج من هذا وهذا كيمشي من هذا والسينيال طبيعة الحال شحال عندنا من فوا واحدة متفقين. دونك عندنا جعبة واحدة إذا إين فوا كيجي هاد الميساج مع هاد الميساج بق يعني كيتلاقاو لي ميساج مع بعضياتهم كيديرو لنا كوليزون. دونك هاني شرحت الكلمة ديال كوليزون. دونك إين فوا كيديرو لنا الكلمة ديال كوليزون شنو كيطرا من كيديرو لنا ديك المشكلة ديال كوليزون؟ دونك تا شي واحد ميمكن ليه يهضر. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين يعني حتى شي واحد ميمكن ليه يهضر هنا مشكله. كيفاش يمكن نحل هاد المشكله؟ جا واحد خونا قال لهم عندي لكم واحد الفكره. شنو هي ليكو تصنط مزيان يعني غتمشي غتاكد مثلا هذا مصيفط واحد الحاجه مصيفط مثلا واحد هذه الفكره ديال السي سي ما سي ا كيفاش يمكن لها تبي تحارب ديك المشكله ديال لا كوليزيون. دونك هذا من كيبي صيفط حاجه كتمشي كتصيفط هادو كيتصنتو في السينيال كيشوفوا واش
واش الكابل خاوي ولا ما خاويش. من كيحسوا بانه راه الكابل راه ما خاويش ما كيصيفطوش. اون فوا كيولي داك الميساج يعني اون فوا كيولي داك الكابل خاوي كيبي يصيفطو، غتقول لي وراه عاوتاني يمكن طرا نفس المشكل، يمكن يبي يصيفط هذا ويبي يصيفط هذا. لا، عندهم واحد الحاجه اللي كتسمى بلو طون، يعني عندك انت مثلا انت 30 سكون، يعني يفو يخوى مثلا يخوى يفو يخوى سيبور، يعني يفو يخوى الكابل غتصيفط انت الاول. يفو مثلا اخوى انت يعني انت 30 ثانيه، انا 20 ثانيه، انت واحد ثاني. فهمت البلان؟ هذه الفكره ديالها. هذه الفكرة ديال لا تكنولوجي سي ام سي ا. سيت ميثود برون لي برينسيبال دو سي ام سي ا اون سو كي كونسيرن لي كو، يعني كتصنت تشوف داك الكامل خاوي ولا ما خاويش. الا كان خاوي كتصيفط طبيعة الحال كنعتمدو على لوت. دونك مي لا ديتيكسيون دو كوليكسيون ني با اسيوري بار ان مويان فيزيك مي بار اون بروسيدور لوجيك. طبيعة الحال انا كتخلي لي زيكيب مون كيفكرو دوك يتسمى بيزيكمون فينو. سيت ميثود اي اوتيليزي بار les technologies de réseau de sans fil. Donc qui m'a déjà comme ça fait le wul les technologies réseau sans fil, يعني تاع الريزو سان فيل تاع هو عنده تكنولوجي ديالو باش كتحارب لي كوليزيون اللي هي لا تكنولوجي سي ام سي ا. دونك في الريزو ايدرنت اللي كنسميو بالريزو لان، الريزو لان في لا تكنولوجي سي ام سي بي اللي كتحارب لي تكنولوجي اللي كتحارب لي كوليزيون. في الريزو سان فيل كاين لا تكنولوجي سي ام سي ا اللي كتحارب لي كوليزيون، اللي هو الريزو سان فيل كنسميو بالريزو لان. واش اللي كاين جو طون ريال اللي في لا تكنولوجي نانو تبقى تيدور، هو اللي كنت قلت لكم ما شفتوش. دونك هذا جو طون كيمشي كيدور كيشوف اللي بغات تصيفط ليه، كيمشي تيدور تيعطي العاده، دونك تبقى تيدور هذاك. كاينه مشكله في هذا جو طون بطبيعه الحال ما بقاش هادشي. مود بي ديريكسيونال سيمولتاني، مود بي ديريكسيونال نون سيمولتاني، الله اكبر. دونك شرح المود بي ديريكسيونال سيمولتاني مود بي ديريكسيونال الالمان. دونك dans une topologie point à point, dans les réseaux point à point, les données peuvent circuler de deux manières. Quelque chose qui est un équipement, les points à point. Allez, les points, point, mais les points, les points. Mais c'est point, mais c'est point. Donc, point à point, point à point, point à point. Mode bidirectionnel non simultané. Donc mode bidirectionnel non simultané ou qui s'appelle le half duplex. Donc le half duplex, half duplex, les OCCMA CD, les 4 la technologie Ethernet, flux de données indirectionnel, potentiel de collision supérieur, potentiel de détection, connectivité de constructeur. مود بيديريكسيونال سيمولتاني. غتقولي شنو هو الافضل؟ الافضل هو الفول ديبليكس. الهاف ديبليكس ما عنديش معاه. الفول ديبليكس مزيان، اونيك بوان ان بوان غالي او بور كوميتي نيسيسير. بطبيعة الحال الكونسونتراتور هذا هوب ما بقاش كيتستعمل. مود بيديريكسيونال نو سيمولتاني شنو كنقصد به؟ يعني كيمكن لي نصيفطي في جهة واحدة، ميمكنش ليا. يعني بحال واحد الشكلة انه منين كنصيفط لك شي حاجة من البيسي للبيسي، الا كان مود بيديريكسيونال نو سيمولتاني ملي كيصيفط لك حاجة من البيسي للبيسي خصك تسناني تنصيفط لك وتستقبل داك الشيء عاد باش يمكن لك تصيفط ليا. العكس، انا مود بيديريكسيونال سيمولتاني يمكن لك تصيفط ليا ونصيفط لك في دقة واحدة، هذه تسمى بالفول ديبليكس. الفول ديبليكس هادشي اللي كاين واقيلا. لا توبولوجي دي ريزو لوكال، توكن رين ماشي شي حاجه امبورطون، توكن رين ماشي شي حاجه امبورطون. الفايبر ديستريبيوشن داتا انترفيس، الاف دي دي اي. الاف دي دي اي شنو هو الاف دي دي اي؟ دونك الاف دي دي اي فايبر ديستريبيوشن انترفيس، دونك اون تكنولوجي داكسي او ريزو سور لي لين دو تيب فيبر اوبتيك ملتي مود. دونك كتمشي داخل في الفيبر اوبتيك، سير قلب، سير هبش، سير تعلم، حتى شي واحد ما غيعلمك. دونك لي فيبر اوبتيك، هنا كنهضرو فيبر اوبتيك، دزنا لتكنولوجي ايدرنت. دونك هادو راه دي تكنولوجي مختلفين. كاين الفيبر اوبتيك، كاين الريزو كيقولك خدام الفيبر اوبتيك، كاين الريزو اللي تيقولك خدام الانترنت. ديجا كنت هضرت داكشي في لاكوش ان. الانترنت اللي كتخدم فيه لا تكنولوجي ديال سي ام سي ا، سي ام سي دي اللي كتديتكتي لي كوليزيون اللي كتكون في لاكوش ماك. ستركتور دون ترام لي زون دو دوني لان، مناش كتكون هاديك لا ترام. البروتوكول بي 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 هادشي افونسي شويه في
صافي. دونك هادشي اللي كان. شكرا بزاف للتتبع، شكرا بزاف اللي صبرت معايا حتى هاد الوقيته هادي باش نشرح هاد الكور. ما بغيتش ندير لكم اخوتي ديك الزربه، يعني انا ندير لكم ديك الكور ديال الخمسة دقائق ولا هذا، وما غتفهم حتى شي حاجه وغتبقى تتقلبها يعني. دونك نتمنى يكون هاد الكور وصل لك، هاد الكور تمشاك ديال بصح باش يمكن لك تتعلم وتجتهد وديما تاكل صبر باش توصل. دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبسلامه، ودخل الجروب اخويا سي بورتي.